باغيين نمد فكرة عن ناحية السكن. هذا المشكل اللي يعاني منه سكان تمازين كامل، يعني كان تعيش مع سكان تمازين واقع مر. رانا في عايشين في تمازين عندنا مدة ما توزعوش السكنات، يعني عندنا 126 تاع الهج توزعت، لو بي جي عندنا مازال راه المواطنين في فترة عام ونص من اللي استفادوا والقائمة طلعت ورق، لا لكن الأمور ماهيش تمشي. احنا مثلا كنرجعوا للأراضي 850 قطعة توزعت التهيئة نتاعها ما كانش، يعني رانا نعانوا من ناحية السكن بصفة خاصة. ماذا بينا الدولة تحط يدها على هذا المشكل. رئيس الحكومة وأعطى الموافقة على الأراضي المستفيدين، واليومنا هذا رانا نعاني ومازال حتى شخص مستفاد، في الحين أن في ولايات واحدة أخرى أنهم مشاو في المشروع هذا. من جهة التنمية الإدارية رانا نعانيو من ترقية الإطارات المحلية، من جهة الصحة نعانيو من نقص الأطباء الأكفاء في الوقت الراهي اللي عندنا طلاب في مدارس الطب أنهم يعانيو من ترقية أو فيما يخص الأشياء التي نعاني منها من جهة الطب. إضافة رسالة إلى الوزير الداخلية، إذا كان هذه هي التنمية حصرتوها في الحجر كما نقولوا في الأرضية، أين التنمية في قضية الإطارات والعمال وكل الشعب المدني يعاني من نقص فادح من تدعيم الدولة فيما يخص مساعدة المواطن وتقريبه للإدارة. الحين عندنا هنا في تماسين مشكل تاع السكن، مثلا كاين سكنات بناو في 2009 لحد الان سبب عدم التوزيع نتاعهم مش عارف علاش، سكنات تاع لو بي جي. وكذلك كاين استفادوا اخرين من السكن عندهم حوالي 3 سنوات استفادوا بالاستفاده وخرجوا في قوائم السكن، ولحد الان لم مازال ما عطوهمش هذ السكنات تاعهم. والسكان هنا دائما يطالبوا علاش احنا استفدنا من هذ الاراضي واستفدنا من هذ السكنات ولحد الساعه مازال معلقين. السؤال يبقى مطروح للسلطات المعنيه، لماذا هذه السكنات وهذه الاراضي لم توزع للمستفيدين منها؟ معنا نقص المرافق العموميه. كانسان معنا يوم اسبوع كامل وانت في العمل ولا في حاجه، معنا في نهايه الاسبوع ما عندكش وين تروح، ما عندكش معنا قال مرفق عمومي، ما عندكش حديقة تجرب. ما احنا في جنوب الصحراء الكبرى، معنا في الصحراء الكبرى نعانوا من هذا النقص، نقص المرافق العمومية. معنا نطلب السلطات قال لي راعونا من هذا الجانب شوية، حتى من ناحية قال ترفيه مع الأطفال ولا حاجة ينقصنا ياسر. معنا مرافق عمومية ما كانش كامل، مش قال انه يخصنا، معناها ما كانش طول مرافق عمومية هنا بالأخص في منطقة تماسين. احنا شباب تماسين عدنا شحال وحنا نتسناو في الاستصلاحات هذو عن طريق الامتياز، طولت في البلايس كامل توزعت، بقينا هنا وبعد ما لحقت اخر لحظه داروا لنا شغل واحد العراقيل تاع الكناس والكاسنوس، ما واحد النقاط ما على باليش كيفاش دايره شغل عراقيل كبيره بعد. هذه نقطه. وعندي نقطه اخرى حبيت نطرح سؤال، كيما التنمية في جهتنا ما على باليش كيفاش. السؤال تاعي هو المصانع هذه تاع السيارات والامور هذه كيفاه جات غير في الشمال وحنا منا ما، هذه نقطة ثانية حبيت نطرحها. رايحين نهضروك على النقل، عندنا مشاكل كبيرة على النقل هذا. أنا الصباح تبكري باش تروح الخدمة باش جواي 6 راك ما تركبش حتى 10 ولا 11. مشاكل كبيرة على النقل هذه. وخاصة من النساء معنا، خاصة الفروض هذا راهو لي بيس والاخر النقل راهو ما كانش، راهو الناس تعاني ياسر 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 من النقل هذا. جي الصباح يقول لك الفروض شحال باش تلقى الوقت ما بقاش، تقول نهز الفروض يقول لك 40 ميل معناها تروح بها و40 ميل تجي بها، معناها راك تخدم على النقل. نشوف في مثلا رئيس وزير الداخلية يقول لك على الملفات، ما كانش منها في البلديه باش تطلب مواطن يجيب ملف، وهذاك راهو هنا في تماسين ملفات ويقول لك في القطاع الاراضيه ما نعطوهاش غير للبطال، مثلا البطال تعطيه 4-5 هكتارات كيف راح يخدمهم، ويقول لك العامل ما يستفيدش من هذا القطاع الفلاحيه في الامتياز. مثلا الشاب بطال تعطيه امتياز، من راح يخدم هذه الارض هذه؟
وزيد عندنا مشكل التنميه، ناقص في المساحات الخضراء هنا في تماسين ما كانش، او نقول تكاد تكون منعدمه. يا اخي العشيه ما تلقاش وين تقعد، ما تلقاش وين ترفه على روحك. كيما نقولوا يبدو المشاريع ما يكملوهمش، التنميه ما شفناهاش كاع في الصحراء احنا. ماذا بينا احنا يراعونا بعين الاعتبار، خاصه نحس في روحنا محقورين. مرافق رياضيه ثقافيه ما كانش، الدنيا ما كانش، او راجع على صحته وراجع على راسه صحيح. لو كان راه تقاعس من المسؤولين تتدخل تعرف علاه هذا التقاعس بالمسؤولين، رانا كل يوم نشوفه في التلفزيون باللي سكنات تتوزع الناس راهي هنا ما كانش هذا الامر. ماذا بينا الدوله تجي تراقب لنا هذا الموضوع نتاع السكن في التماسين والاراضي اللي مليها مازال استفادوا منها، ما استفادوا لا من الدعم لا عرفوا اراضيهم، راهم عباره عن اوراق سلمت المواطنين هكذاك. يعني نهار اللي جانا الوزير كضيف للتماسين نورمالمون احنا كيجينا الوزير نستقبلوه داخل تماسين، استقبلناه عند الدخله نتاع تماسين، ما دخلناش حتى البيت تاع تماسين باش يعرف المواطنين ولا يحكي معاه. يعني تنظم واحد البروتوكول ما فهمناش علاه. في البدايه فيما يخص قضيه السكن، السكن الاجتماعي يعني تم اعداد القائمه نتاع المواطنين اللي راحين يستفادوا، ولو المواطنين كل راهم على بالهم باللي كانت 110 سكن تم تعليق القائمه في 2014، ومن ثم يعني اتضح باللي كاين مواطنين يعني حطوا ملفات في الاراضي وحطوا ملفات في السكن، وكان لهم يعني اعطيناهم الاختيار. بعد ما تم التوزيع تاع الاراضي تم تعويض القائمه بالتعويض للناس اللي راحوا الاراضي، عوضناهم بالناس وحدين اخرين بالنسبه للسكن. اجتمعت اللجنه على مستوى الدائره وتم يعني ضبط القائمه النهائيه بالنسبه ل 110 هذه. من تم الحقيقه يعني باقي درك القضيه تاع على مستوى الولايه للجنه الولائيه للامضاء عليها والمصادقه عليها. رغم هذا باللي السكنات يعني اللي راهم يعني راحين يكون التوزيع تاعهم التهيئه الخارجيه يعني لي زاميناجمون ليكستيريور كيما نقولوا مع الفواري انسو دي سويس، هذو راه مازالوا مستفيد، ولا كل مواطن له الحق في 4 هكتارات. وتم الدراسه في هذا المجال، دراسه يعني قامت بها البلديه في المحيطات هذا لتحديد نوعيه المنتوجات اللي تكون في هذه الاراضي. فيما يخص لي ماتيكو كذا ونهيه بالنسبه للشباب وكذا، من يتم انجاز في السنوات الماضيه يعني ماتيكو بالنوع القديم يعني بالبيتون بورو، ولكن سي دي مودي دركا ما عادوش، والقدره نقاردو وكذا منيه. المواطن ولا يعني الشاب ولا حاجه من حقه يطالب حوايج كيما هذه، وتم تسجيل يعني على مستوى مديريه الشباب والرياضه يعني بالنسبه لبلديه تماسين تقريب دوماتيكو، ورانا نتسناو